بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكب بقول لباتني الصدحات كمدة من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فحكوز وجري فضل أوليها قيام الليل، قيام الليل هبينك ولا تكذو صلاة الليل خير كي فضل كتشرا. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول كلا يحور أحب الصلاة إلى الله صلاة مد اللوغوش عليها إله أكتيسة أما الله حقي صلاة اللوغوش عليها صلاة داود نبي الله داود صلاة سوية صلاة سنة اللوغوش صلاة سنة صلاة الليل كا أي الله قوضا. وأحب الصيام صومتك اللوغوش عليها إلى الله ألا وين أكتيسة صيام داود نبي داود صونك سوية وأنا صونك سنة أهب الله قوضا. محي صلاة النبي داود أو قيمة بطي صلاة الليل صونكي سنة سنة أنا أو قيمة بطي سنة صونك سنة نبي حولي كان وحاء داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل هبينك هبينك نسكي وسحن شري هبينك لبرت وسحن شري ويقوم ثلثه ثلث كينا واتوس شري وينام سدسه سدس كينا وسحن شري هبين كمرك الله قيب الله بإسلاك لحد ساعة هورة هوله سخاس كي يهردي يوحو هلو كو يقدر ما يسنت شري ثلثنا و وسوي كذي ترى أفر ساعة هبين كم بده هبين كوا صدح ميلود من أفرة أفر ساعة وسوي كذي شري لا بد ساعة دمبنا هو سحن شري ويو ونسنت شري تاسمر كوا هبين كوا قيب سنية صلاة يو هردو هدنا أي نسيا هردا أقدم بيسو سدس كنا هدوا واللبو لبي يتوان ساعة سدس كده واللبو ساعة حق الصوم كصوم ضع صوم معها ويصوم يوما ما إلا وصوم شري ويفطر يوما ما إلا وأفر شري ما أنتو ثلاثة مثلا صوم يا بره أربعة أفر يا خميس صوم يا جمعة أفر يا ساعة سكوس عنجر الصوم كيسو متفق عليه صوم كمطلقة السنة مطلقة لو تشيدها مركع عبادة حق يا أن لو واحد قد بينن أن لو أن ترارين أن حد دافك هين الروح أن لفج بينين حق أن النفط واحد ردون تأن لسكر راعين إله لو واحد نانا يو أيا وأنا أقسم بنبي قنوة المامية. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل هبينك وحا كجر الله ساعة حل با كجر وقت ساعة با كجرته لا يوافق أوس كبيك من رجل مسلم روح مسلمة يسأل الله تعالى أن لو يديسنا يا خيرا وناك ومن أمر الدنيا الدنيا ذا أرمها ذا كمدة شيء خيرا والدنيا ذا كون وناك سأن ربي ويديسنا يا والآخرة من أمر الآخرة أرمى آخر إله ودم بداف إله نار يقبت باد إله جنة إيجي الله ودم بيقى قداف الله عورد أستر خير بو ويديسنا يا حمو إله مو ويديسنا يا سعدنا وأقبك ما أدون كاس إلا هدو أدون كاتشيرو سعد أصيبه هليلة إلهنا خير الدنيا من آخر ويديسنا يا أعطاه ربي واسيا إياه خير كأسقاب وصية وذلك ساعة الإجابة هبينكنا في كل ليلة هبين كستي كجرتا هبين كستا بي كجرتا أولي ما نسك دنباء سيدي ساعة الإجابة هي جمعة وكرة إنا نسك دنباء هاي رواه مسلم. إذن صلاة الليل كهبين كخ انتا صبر ديرو ساعة الإجابة كجرتيها لغا فائدة استوهي إلهينا خير الدنيا يمين آخر هلا ويدستوها لغا طوغو. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم متكين هدو برارغون من الليل هبينك حقي سأوككعه وهردد أوككعه إسكرد بان دبو فليفتتح صلاتها كفر فرطو عفوا فليفتتح الصلاة صلاة الليل كي سأقب اللابو برقعتين خفيفتين لبرق عدود وفضفضود ساس فنبي قد قنوهي نكت سوي سقاته أو أنت تدفع عن استجيش تود رمية تود ويسقط صلاة الليل كده رأي القرآن كده رأي قل لي شيء أنت هذا قارن لبرك عدد وفضفض كوب اللو ويحي كدن بيسا كدن بيا صلاة في الثنبة لقاربة رواه مسلم مسلم باوريي سيدا أو نبي أمد فري
أيون كلق مجر صبنا عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وإيدا وحيد تري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كلاه وحوءها إذا قام من الليل هبينك حقي سادو توصه افتتح صلاته صلاة الليل كسو حكوب بالله أبن تري وكفر فران تري بركعتين خفيفتين لو ركع ذو فضفضت حق قراءة القرآن كالقوة آخرين هاي ركوع دي سجود ده دو حكوب بغيهن قياسين قرآن كي قيام كي رواه مسلم هذه اللي سورة ما هي فضل صلاة الله لصوت المامة هي خير كي هي قاب كي لو تكن لا هي تردي سي لغزوها الله وها حقا إن لغوش يوغا هذا يكون دافت صلاة الله القاب كي لو قضايا وعنها عائشة وحلق ورش رضي الله تعالى عنها قالت وإذن إنا يتجري كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كيله وحوءها إذا فاتت هذه السيرة يسوي دافته الصلاة صلاة الليل كي من الليل هبينك وصلاة أها من وجع حنون درتي من أجل وجع لحوي حنون درتي أو غير أمهور داب النبي دافسي يدال صلى من النهار مالك حقي سوحو كتو كنجري ثنتي عشرة ركعة لبي تبرك عدود نبي عليه الصلاة والسلام ورد كيسي حزب كيسي وهبينك تكنجري كوي تبرك عدود أها أما السقالك أها أما تضبضا أها أما صدح يطبنك أها هدي حنون يعجز يعذر دار كل دافو نبيكم انتان لقارين ظهرك أيو لبيه تمرق عدو تكنشري لبيه تمرق عدو أن وتر لهي لبيه تمرق عدو رواه مسلم وعن عمر بن الخطاب حديث كان مركب أدلي شدان علماء جمهور علماء المسلمين إن وتر كؤوسا واجب أهي وسيدو قد لشتن علموي وحيد هذه شريعة وحلوية قانا قواعد ده أصول شيدة هذه صلاة كل دافته صلاة كل دافته قد لقيد مبالا قضية نبي صحابة دي سبا هرد يقول الصفر أي صلاة صبح كل دافته أيضا بالله ما دي صلاة كل دافته مبالا لي ما دي وحالقو ما داريكر وحالقو ما قنكر دور دو كل دافته دور نبات تكني عشاء دو كل دافته مغرب هذو كل دافو عصر صلاة دي كل دافتو إن باتو كان وحان كاهين جمعة دا جمعة نكي سيريسو هي دور بوتو كدا دور باسو الله بان وبوسك لغا ريحي إذن نبي قوتر كيسي يورد كيسي سقال كها أما تضبضا أما كوي طبان كها أما صدح طبان كها متو كنيني لبيو طبان بوتو كان شري وارنتو وأصل الديني دو ومخاتك عها يا أدل هذا كلية المام يسي وتركون سواجب أهاي وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه حزب كيس روحي كسي هذا حزب كوا وحد أض قوستي إن المال والبلاط ما أما قرآن أخرسة أما الله بريئة أما صلاة شيء خير أو كوج أن أو جدول كوج قرآن أو هذه هبين كي ربك وافتي الله تماد يا حزب الليل هذا أو مس عن شيء منهم من الحزب حزب كذا ماذا كسر حنيله قيبا كنافتي وقت جاري ويد هبين كم ترى شن جزء بالآخر يجرتي صدح بالآخر الله باك كورد من كوي تمر عطبة تكن جرتي قيبا الله تيمت أو فقراء أو حزب كآخرية قرآن كآخرية أذكار كآخرية كن صلي يكون استغفار يكون توحيد بالله من ترتابين والله لو كن بالله كن باقود من طيب وفقرة وآخرية ما بين صلاة الفجر صلاة الصبحين تقول حيسيه وصلاة الظهر صلاة الظهر نحو ذا آخرية كتب له إنك وحلو قرها يا حق أجرك كأنما قرأه سيدي أسوي حزبك آخرية من الليل هبينك حلا حق زك آخرية حلا إني ما إياها بين ما أدو آخرية وحبك هابا قنن أهم بأجرك لو صيانية هاي لعذر دار أياك هلي إلهنا سبحانه وتعالى وقع عن وين الدقسية سداس وي أدلة وقت من عط أدونكو أدوح ننصدو أما أو مشقول أما أرد إلا تكتو أما أو صفره أو صفركو وقطعة من العذاب هليل ويدو خير كبنايد هبينك لا إيمان جرت واجد نجا أتشوكت جوري قاعد أتشوكتي وحوي والقوقر هي أجر كسرعة وكوس عنيا رواه مسلم باوري هدي مرك ورد قادي أما وتر قادي أما صلاة الليل كده كل دافو سيدا صار له قضية صلاة الصبح كذب
إلى دورك أنت ودح يسال لقد إياه سأجرك هذا هش هذو كل دافود هليل وإذا إلى بعد ظهر لجارنا واتقليني سيدي سيبت غلا إيمان سيدي سيبت غلا إيمان ومركز زوام هاي وحضور إيمان يسا أدلة تلمام يسا من نام عن صلاة أو نسيها أو نسيها فليصليها إذا ذكر أدلة قد بدو دليشان يسا سيدا ضب الصلاة الليل كي سنن كقرنا في وات صوت قرلين حل قوفي عنا وبعد الفجر إلى ظهر لقى قاري هديد هيل ويدو ولقى الربا إلا إيمو مركات نباو حال اسكوها يا ما وترك كيو طبان كهابان لا إيمان يا أي سقال كي يجي تضبط هذا يدي مسه لبي طبان كم بنسوي علينا يا لبي طبان كنا بقول لا إيمان شري بين الفجر إلى الظهر لا إيمان شري سيدا صوابك أو حاوي أنتو نبي كوكا دينشرين بعد كوكا لينيس أنتو نبي كوكا لينشرين بعد كوكا لين لأنه قابك الله قد نبي كا شيء حلقة ونبي كوكري هادو كوسيغو والله إيمان إيسا بعد ال بعد ال بعد الظهر بعد العصر حلقة هاشات قلينيسا أدلدو جود بان لو دريشانية نينك الصلاة كسيح ذا أما هالماما حلقو حصوص الصلاة ذا أما أوتوزا هاليمات وقت أن كاين نملا وكي نبي كورنجي أدلد عام كاين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا من الله نحارسته قام من الليل هبينك حقي سوحكته كذي قام من الليل هبينك حقي سكي استاغوت توسو برارو فصلى كذا وحي ربي وقدر وايقظته سيو برارو امرأة وحاسكيس نبغو أمانة يا إلهي نحارسته خير هاسيو أدونك هبينك توسى يا صلاة الليل وحمكته كذا حاسكيس أنا خير كا أو يرو برارو تشي فإن أبد هديد دينا يتوستو نضح في الرياء قصة إلى في وجه الماء بيها وجهك قصة إلى هدوك أكعي بيقى وبرف نيك القصة إلى هدي ما تشي فكر أديت كبا غينا يكون دشان إسكبا دا أو أنا حاجة لدى سورة كان هاي ماشي خطر وهي فإن أبد هديد دينا يتوستو نضح في الرياء قصة إلى في وجه الماء وجه بيها قصة إلى إذن الله هو نحرست يعني ما حال خير بلوغي يعني هرد حكو تري ما يسو حكو ما جلسو أنت يا تلا وضع ساعة نصيحة كو فلان تكو ضد أنت ما أنت حلي قاد أنت كسيحة تاسوا أنك دمر كنا رحم الله امرأة هول النبي الله نحرست بور قامت من الليل هبينك حق إذا توصل وحنك استأجتي فصلت كتوح الرب وافجي وأيقظت زوجها صيغ يدينا توسي من كذي فإن أبا هدود دينه وحون كتو كذا صلاة الليل كنا نضحت قصة يدى وكفر ليس في وجه الماء بها وجهك قصة يدى وإن أشيز الله مدهي كارك وردها مرغة وارفع عن خيبة قوية شيء وإن كعذوي وذو خير كالله تمادو روى أبو داود بإسناد صحيح أبو داود بحديث كورية يعني ضد كمسلمين تأه وإن خير كإسكو كهشدام رقي الدمر با قبضوا هدي وناك وقوية وناك كيين ninku hadduu wanaag gabadha ugu yeero waa inay ka yeesho hurdaan macaalada ra'a waxba ku tarin waxba yeeli maysa waxba sheegi maysa tuko biyahana waa gacalcun wey ma aha wax lagu wax gudbaay baaldi ruuxa ku shubi maysa dala socaad sarirta iyo guushi lama hadlaynay wax yar oo qoyan baad uun wejiga saa ruux lagaga shabshabsiinaya oo toos toos oo gacalcuna shabshabta ruuxuna iska tiro waxba yeelin baa laga laakiin baaldi ku sii deysiyo koob hadda waxaad waa mudaharaad marka in la dagaalama laga yaba halis wey ما لسوي رواه داود بإسناد صحيح أو أنكم أنت بدأ نحرس بدنيه رجلكم أحد قدبان وأنا جاء وجعل بينكم مودة ورحمة مودة إلى رحمة إلهي الجليي مركو عاوي طمر كنا ونواكسنا أدونك وحقوق من بدنوي هؤلاء ونواكسنا النبي وشيعي قبرها بس سلا تولي السواق عضي تكتي مرك كي أبتي واقو بريو وذات كذا نسيت دمير كأمي كان أوتشيفه هذا أنتي تسبي يا قصة يدو كيرو يدو تكتر هذا وأوين إذا أن لهي كيرو الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا دو وح أقوى ناقصن وضمر كصالح صالحات كا وح كوا ناقصن مجرو حتى هذي سن وناقصنين وحيهين رجو وح والبي ليهين وح أقرا وضمر سموكتي رجع أكتيس أدون كوح وقو قال السن يا أدون أقولش عليهن كوضا حني كوضا سنبا دمروي
نفتاد قورد كود دفاع واد كهرن واد كهر دماني انت يدل واحد قد بلها هذا جبر دون طوح هو اتشعش هاي اتكري ويدو دنيا واحد الله هاي باد قوري والد كود على ابها يهو يدا باد ضو وجعش هاي متى من زمان انت هذا ولد لين العروية لين وحول به هو يدا يا أبها وحول بعض أقوال الدنيا لكن دوق كرد علي أرد لن يراها دوق جبرة تعلق كوكا بصدو كلا بحي ميزار وكم وقتي حرام بك تاين أدوق غلط ثم إذا أرد دوقي يويل الأسكول الله هي جبر الدمال ويحبط الطريس وكان حد عايز دوقي إنه الدمال ورب ويل جيرانه دمال أدير بور ربا قبرنا ويل كان ملا يجي ربطة أذيعن عضا ذي إنها استبر دي مرة ربطة إنه أقعد تنازل مدة وني شيء كذا صدق ما الله وسما كرنا إذا نيجي قبرنا تود وني الله ذاك كان شيء مين نه قيب تهورة وعسى الله يدي بقول حالات وجيل كير جيل وحوكه يست بقول كي حالات بقول كي بدريري gabadha uu gacanta qabsan meecdu la dagay uu ugaarsaday waagdan uu gabraaran jiray midho iyo wuxuu ku noolaa sagaal oo meelaha ku dabto boqolkan waa dareeriyay haweenku qaalu way saad mudaysan maaha ragga agtiisa wax dumar kaga qaalisan ma jiro taa ogaada beenas u sheegina haween baa la gumaystaayo haween baa la dulmasho waxba kama jira adduunka ayaa ka taliya adduunka ayaa ka taliya لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغالية الحديث وذكرن قبلها يان لكهن وهل قال أرون وهل قال أو إنه ورم بك شيء معايا لو بس ذا بل أنت الدنيا مترته قبل نوي يدد نماء يقوم بقدم بي معاد نو نرجع ده مروى وأنا أقسم بقدم بيس ندير خيار غيرك وحدير هذا ركض جبرت بزور ريح إذا زوج وحبها jacaylkoodu waa loo dhintaa kow hooyada iyo aabbaha jacaylkoodu u dhiman maysid sama ogtihin dhalinyarada hawshaa la hadlaya gabdhaha ayaa lagu xadgudbay maqli maysid nin baa u dhinta hooyadii jacaylku jeclaa aabbihii jacaylku jeclaa kow wey awlaada dadka loogu jecel yahay marka dumarka laga soo tagay haday le'daan looma dhinto waa un la walbahaaraa taariikhda waxaa lagu hayaa iyo kutubu tawaariikh rag dumarkooda ka dambeyn waayey hebla ma dhimataa hii waa ka dareertay yaasiima marka dumarku saad mooyeysaan maaha hadday gabar wanaagsan oo ahluddiin oo akhyaar rabbi kugu aadiyo waxaa weeye hoosta wana sale ka daldasho wey gubannimada rag ayaga u horseeda waxaa la sheegay kutub taariikh ninkii mujaahidka ah ee cumar almukhtaar yaa waxaa la yidhi nin aad u naxariis badan buu ahaa laakiin weliga isagoo ooyo lama arag weliga isagoo ooyo lama arag xaaskiisu maalinkay dhimatay yaad arka isagoo ilmaynaya cumar almukhtaar oo ilmada duugaya ninki liibiya kula dagaalami jiray gaaladii nasaaradii talyaaniga gunnimada diiday ee gobta gunnimada u dagaalamaya sidii in Cabdilxasan oo kale Mahdi Suudaan oo kale raggii u dhowaa ee uun 20 sano sheekh la joogay waxay dhahay Cumar oo weliga adoo ooy waa nookoob si wax u jira xuray gabadhaan waxaan dumar awoodin bay awooday buu weligay ruux bani aadan wuxuu soo iisameeyna bay iisameeyay buu wagaan dagaalami jireen gaalada ishaynay markaan dagaal ka soo bixeen habeenimo soo dhuuntaan maalmahan u imaada iyadoo teendhadii degan teendhada dahaysa kor u qaadi jirtay buu ta ulgelisay daha kor u qaadi jirtay anoo taagan oo sidaa u socdaan soo mari jiray waagi dambaan weydiin mar walba anuu waan soo hurulanayaa nin dhuumanayaaba nahay teendhadan aad daahaydi iyo afaafkeeda cirka geynayso maxaad ka wadaa waxay jiri waxaan doonayaa inaadan madaxaada dulli u foorarsanin adoo sanka taage aad noolaato oo casiis ah teendhada maanta dad qunta ka lalaadiso waxaan ka baqibatay inaad talyaaniga u foorarsato
نصارانا يا شياطين تنقالا يلا دقالا ما يسوي إن أدود اللودود قور قورتا دي سنبرن متين أدفور رسطه وحان الله كأهي قوارنا محروا قوار إسلاء يتري ويسين واي مركا دومر كوا دوان أكسيهين وحلا أركم ماها دومر كمركا حق ودى الله إسكيل لي إلهان الله قعبسه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه ما قال قال رسول الله لبس حيبه وسكوقة الشيخ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله نكود هيركي ستوسيو من الليل هبين كحقيس فصلى يا أيود تكدان جميعا رواية النسائي ساس سرع عيسي فصلى يا جميعا وإذا جرى يود تكدان ويسكو حدان وأما نول بإسكي صلاة سوشب كحصدو أو أمس وشك الراو أو أمس صلى أوتكدو كل منهم ما بكو قدرا فصلى يا جميع ورواية النسائي أو صلى كل منهما مدول بؤوت كذا ركعتين جميعا سود الجرا مدول بإسكي أوت كذا لبرك عوض أسوق وجون أوتو تورا مر كائن يسكو حدام بين غنيس كتبا لبضع الروح على قريا في الذاكرين والذاكرات إلى يسمى أمان والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولا أمان كواس على قد ريا غافلين تواكبها هي رواه أبو داود بإسناد صحيح وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قبل قبل مركو حاوي وإن خير كالي سكا الميستون نبي ونوت الماما سننك وناك واجباتك وحلب إلهي درتي عمل خير والله سمينا يبا إن لسكا الميستو لا يستاقيرو لا يستاقوليو حتى هذه أدوك هردك عيشة دذلك قبل دذاشي كحرميسي كقدرسي قيمي يو إسكاكا تدرك عطين كله فسطو أنا وانسيحاني أدوك سيو وطني الإنسان يسلف قسمين جري أبو عبد الله البخاري يا هبين صلاة الليل ويستغسون الحرة والصحيب كي والله سعوده بعد العشاء اسكب الله وذبوه وحي يربو سعادنا وصوكع إلى فجر كي بوه ويل كي بوحي مركز هذا سورده ويد بولي توسو بل وطر يارو صدح أما شان أقوله في سوكو يجي حور عاور مكا دلدلي سمحيه توسين ويد حور اليرا طايو لنيرو هرد لقما كاري أنا نحوجو إسكت عران كياوي إسكتشيف لكن حونها كتير من صلاة الليل روح والله قدرية وأنا أقبل ويرد هيا وحكي لما تشري وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم متكين هذو جماعة يوضع أمر الموضوع أي هردقة وطال جودة في الصلاة الصلاة الجودية هي دي بتكون دوتي فليرقد هات سيحد الروح هات شيب صدو حتى يذهب عنه النوم إلى هردو كتكتو هذا تكنا يو قرآن كآخرنا يو وضاد حيو عرقتينات كل باء إنها سوق قوانا يسود مضحك قندينا يسود كل باء لوك طلب حيس وين أضع الكي يابيس فليرق روحه هسه يحضو حتى يذهب عنه النوم إلى للمضوء أي كتكتو نبي الله محدود دي فإن أحدكم متكين إذا صلى هدو تكدو وهو ناعس أسوق للميسان يهرد هيسوق قما يزن لعله حلق يابا يذهب إنه الضونه يستغفر إنه دعيسته وفيصب النفس ويسهبارون النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أدور ربا يدي اللهم عذبنا عذابا شديدا إلا مي يرمجر هذا الكلام ما كنت رأى الله إنه توجد اسمودي عرفك حقه اسكا هذا هي لعله حلقا يابا يذهب أي يقصد أي يريد أصبح إنه دون يابا يستغفر أي يدعو الاستغفار هنا والدعاء رواية كلا حديث كلها عديسي فإنه لا يدري أيدعو على نفسه أو يدعو لها بفسرته فإنه لا يدري أيدعو على نفسه أو يدعو لها ما قرنا إنه سبارها إنه دعي سري فيصب نفسه نفسه سبو عيوام وهبار صبي هنا وهبار هذا سباريس متفق عليه مرقى مرهد سيداتها صلاة خير بلغو دون هي جنة أي وناقي لبل مد دون ينيني وهاسير سيحضو حديثكم في أدلة أوية هاي قاعدة تغنى عنك هاي درء المفاسد أولى من جلب المصالح أدلة ذي كم بتاعي أدلة ذا قاعدة وحديثكم كم بدي هاي صلاة ما حنكو دوني خيري وناك ربنا ويدا مداف ميل وناك سنة إجي دعواته يكو أقبله هذا يبقى صلاة خطر كن نقطة إنا ناركو إصابارو وساعة الجوان تان لكل ما هذا اللي يجي هذا الله يقبته نبحر هلا تشوشيو لأن درء المفاسد شرقي دباطين لسكو أوذو أياه كون أكسن أولى من جلب المصالح.
مركا سمالي ويا قنا قاعدة في سمالي بيكون شيء كان خير حكومة يلي شر الطاق هاي بيجي هذا وقاعدة قدر قدر في سمالي يي در المفاسد أولى من جلب المصالح سمالي وحك كده جين هي خير حكومة يلي شر الطاق هاي شر إسك إلى لوي خير قصو قضاه عشان خير هذا ويدنا هذا حكم يلي ما هي أولي وأنا بدك قبطه وأنا بدك قبطه ويولي لكن شر كأسوق حاوي وكبابين يا وماش من عباس أورنجري والسلامة لا يعادلها شيء إن أتبد قبطه يا هذا فائدة بهليني إن أتبد قبطه رأس مالك كوبد بادو وحلو ديك اللمار وحلو ديك متشر نك كان عصدا دو أوسا فائدين لكن أوسا خسارين ما لنك أيضا حودي أنا هبل بورك الجلاية أنا وحي رأس مال وأنا يستا وفرحسية هدو فائدة وزاد خيرا حديثك وحكى ولود لي شدا للمضو يا قندروح سجو يا جمان يدو مبريان صلاة صلاة دوي برت النبي عمره هي وحده هلا تشجيو صلاة نخزي ما غاب غوفا في مسألة هذا قال صحيح عيسى ورنتي صلاة دوي برتي وكك عن النبي عمره هنا وحده هلا تشجيو محايا لي حلقة يا بني ولد عيسته إسحاره النبي عمره هن ويسده وعي بتشبطية تشجيو عمره وعيدي انت صبار الله يدي هبار كن كوب بيج من ساعة الإجابة الله يدين قبان لها ويركادي ويركادي مرك استدلال كاسي من غزيمات بو عدي هاي بناكو يا الله قاضي عيادي نووي وحيد هذا يستغفر يدعو بالله قوة ذا روايات كي سهلين روايات وعد بي بتمد بقى فإنه لا يدري أيدعو على نفسه أو يدعو لها بابك وفي الله لديه الآن انت سكك في الآن لهيد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل مثكين هبينك أدوكتوس وككع سريرته فاستعجم القرآن على لسانه فاستعجم القرآن على لسانه نوا أي دقنته دين بلا مركة استعجم هذا فاعل كذي روح مسلم بعد كذي مركة لكن أنت نبض محايدين قرآن القرآن وصمه فاستعجم عليس عليس دريمه وعلى دريميه هذيك قارقة وحد دريميه عليس بعد دريمي سأل القرآن وقرآن على لسان عربي سوق حلوس ياي مركات سو جدد فهمي سنتاي عرفك هو فرن ياي قرآن كوا دريرين ياي مركات يرتكو قبطانا وات قادي واي سكنا بعسلان هذا الكذا عسلان أما فاستعجم القرآن وقرآن كوا كذا كل عسلان على لسان عربي كيس لا بد معنا بقى شعر بالاستعجام إيوه معنا كله كدوانه وانت المانا أموي فلم يدر أوساً قرن ما يقول وحوليه يهي فليضجعها السحر حديث كروب الملمد يهي هذه متكينها بينك وتوكان أيوه وقرآنك عارف كيسو وكل عصلا هذا أما أودر يمنوع قرآنك كل علوس يهي هالسحر محايا إليه مقصود كقرآنك الله آخرين أيها ماشي كبحاي قرآنك محا الله آخرية كتاب أنزلناه إليك مبارك هي ليدبروا آياته قرآن كإن لدوحه لدكته مسكحة لدبعيه لقوع عبرقاته يا لدوني إس كدرين هو شو ما هردون وحكيون إسا إن أحبا أذن قرنين فلم يدري ما يقول فليضجع طيب فليدري ما يقول إيا سلادي سلادي نبي قوك يدوس ومارك فقه وفرس سلادي وحو نبي وحلقية بأينا دعيسان يسود زبارته كسيحو قرآن كما كاد مرة يسان محيو إن هذا فهم بلغة يا بعض الجرين واحد آخر ما يسوق قرآن كي قرآن لا ما أقول عن الآخر أن لفهم إني نجوجية صدرت يد بيد دو وحيد هذا القرآن معني سأن الجرين ينين إن لبرتوا بدعوا وذا ده هالك الله يستاهل قرآن كمرك عروت الله بريه وين تفسير كان الله الرعيم لأنه وأنا سكدر من سورة الفاتح إلى سورة الناس بدوش كهيا هل معني هذا ما قرن هاي فلم يدري ما يقول أصنع لا يدري ما يقول أصغنا معنى هذا ما قال لك ألفاظ أم بدلان دين أسكت وسنكرة مقصود كي معناها يتدبر كأحكام تانا مش هو كبح مركا تفسير هذا اللي جمعك جاري برضو قرآن النوب برتا وإذا ده ورقة دوكا ذي سال هل وده ذاله تفسير كيسي معنيه سنة رواه مسلم باب استحباب قيام رمضان هو التراويح حبابي هاي استحباب قيام رمضان
جعيلك اللي جعلي هاي إن بش رمضان اللي استاغو لتكذا التراويح قيام كونا وهو قيام كان شاقنين التراويح وجمع ترويحات تراويح مفرد كده هو ترويحة وأنا المرة الواحدة من الراحة هل كان مرة نصته أما حيوه آتي معزتا ترويح هذا اللي هذا ما دام مسلمين تغور مرك اللي أفرع وتكذا بيرنا سنشري هذا أنا أفرك الله يرنا سن هذا أنا صدحك عليه كده مس هذا ولا قبي حجري مرة بدن إذا ساس اللي يدي ترويح هذا بعد بركونا لا يرجع عضو مر بين سنشري المحيا يا لي قرآن كالأخير بعدير يدين كو ترويحوا من بهن يدين معايا يا لي حزب بالدين كنتوا جيا حزب بالدين كنتوا جيا أما جزء قليها بضيع بقى ولو قيبي تمرك عضد ما مجمع وبه الوراق بوح كنتوا كتا الوراق يبرد ده كي مرك انت يستعان بعد العشاء الى سحور تكنجري ودك الله الله لا سحاول وقد ارقتي بعد العشاء بيقول جيرين صلاه ده تراويح حين كبي حجرين حلي قال سحور دونتان التهجد كان كسحور دونتان وتراويح دودي انت هسه دقيد يلا يلو تاغنانيا واحد جوق دي اوسن جيرين مرك انكم ترويح انه هو شغل حمى كلو يحيل بيأس كفرنا إنسان بيا الله محا تاقني دين بورت حمي إن تاقني دي هذا رسي وسيوي دانتا إنتا قوة من هيني دي بيه إن ينوبة دا إيه هولهن إنتا قولي أبن هيني زومة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان بش رمضان إنك إستاقي جوك السادة إيمانا على الرمين درت رمين على الرمين سيئة هاي وإستاقة إلهي با كفري برمضان بالغو جرى هبين كده إلا النولي يا الله الربا تراوح تهاجد وحلقوا النولين كورا خيرات إيمان وآمن سيا يبو إستاقة واحتسابا إي أجر دونت أي طلبا للثواب احتساب وحدون يا أجر دونت إي إخلاص درتي بيك الطهيوي هل هو أركا كما احتساب محلو صاريا أجر بكو دون يا سلادسي قيام كيزي هل هو أركو جماعتنا جوكتي انا تراوحي بشور نمبا الان سيرينين هبل الله سو شيكي زيد بيها لعبتان حسابها كما جرى سو وكو جرى الهي اجر كاسي نينك سيدا كنت كذا غفر له ما تقدم من ذنبه ذنبي سو خوريو دمبا لو دافا وانا ذنوب صغائر تا اهيت حق الله غا اهيت ان بدن ما كعل علي حتى قلتم توشا وادفانت بينته متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لو حوى يرغب كي تعليسي يرغب كي كبوريه كو عربي المسلمين في قيام رمضان رمضان استاقسي تكشدي سابينك من غير ان يامرهم اسوهم فرين لكن فيه في القيام بعزيمه سجؤن سجؤن وجوب انا بقوم فرين واجب بيدن كنت هاي كما تجي كثر مده لكن ورد ورها قابلنا ورسالات اوغا ورمضان كدلاله ونبي قرن شريوي صحابة وأكل سارة وفهم أيان يعني أمر النبي محمد لازم كأ يمد كصنة ويكل قرن يعني لماذا بقراء الأحوال شواهد الأحوال بيكو قرن يعني سياق يكون فهم يعني الشاهد يرى ما لم يرى الغائب وي وليس الخبر كالمعاينة ولذلك جماعة من المعيدة هذه علوم رواد يسوق قرن لا ينحديد كستا يقص كستا وحكو حيرناء قرائن أها وحي كل فاغناء وحتوسا هايون نسوق قرون لايين ادي لذا فهم كوديا معناه الاسكوما خلافين بين هذا مركز الى تاغنت هاي ومحكو شيغي شيغا انا ربينا قريصو يا انا وحباب لغايا وحد كفهم مقام كان كولها الله انا ونقاري كل دين بالان شيغين لماذا هوس بانكو كل دقاي حقا فيري حقا فيري انها كوير تاغي وانكو يردوشي ما فهمت ها سعهد حلل هذا ولادك حرب أوشان سيدك كم مرة هنا وقعد محلك فهمتي قاب كان وحكو قد جاي كولها الله شذا سوي قراءة أنت تاتل لو كذا نبي جاي كفا أسوق أمر جري وأركين أمر كائن ويهاي أمر ندب واستحباب فيقول حورن جري من قام رمضان إيمانا واحتسابا نك يستاق رمضان تكذا الله رمين درتي يو أجر دونيد أوجد غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مسلم أنت رجعوا النبي وكو يستاج الجرين هاد وات صومرتين حالي نصومر نصوفا فاهيني
نبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا في غيره كما بدن صدح يطبن إلى كويتم إلى صدح يطبن بتكن جري علماء المسلمين تحكوا إجماعين هوشاس قيام الليل يتراويح ذو حق عدد كأنه مطلق يا هاي فرية اليوم الترمذي في جامع مرق إنه مرين وكي كهالي ابن عبد البر با كهالي ابن نصر المروزي با كهالي شغل سليم ابن تيمية كهالي يعني علماء وافا فاين مسألة ذا محافظ بضم بالسكوها يا مويني عدد كالمرضى فكر وباطل عدد كالتراويح المرضى فينكرو لقد بدين كرو باطل النبي محمد مرده سلفنا مؤرن ان صحابنا مؤرن اسك الى لي لكن محافظ بضن ها سيف فضي بضن انتم النبي قلتوا كذا فضي بضن كوي تمرق عدود اما صدح تمرق عدود وابضنان سقال تضوء ولا قد يكرا لكن محلو بدن يهي لباتن رق عدود حلو بدن علماء مسلمين تقول بدن يهين لباتن رق عدود يا وتر كود الامام الترمذي في جامعه هو كان اصحاب الحديث كسو غوري اهل العلم ان انت بدن يهين شافعي وحي رحمه الله تعالى عليه وحان ريم كسو غاري شافعي رق سو غار واي ورق اركي تابعين اركو واوين با كتفك اها مالك باكو جراد او تابعين لكل مي ريم مكة وحان سو غاري ددكو اركي ريم سفيان بن عيانه كميده ومكي او تقرنيسان وتابعين وحكو وريا تابعين اصحابي كقاتل ريم مكة وحان سو غاري برايو وحرم ككت كذا لا با ترق عدود يا وتر كيدي ريم مدينو وحا او بدنا اني تو كذا افرتن رق عدود يا وتر كيدي مر وحي توكن جيري صدن يا سقال يا وتر صدن يا سقال مع الوتر اي توكن جيري مر لباتن يا سديت بي توكن جيري مر لباتن يا افر بي توكن جيري مر لباتن يا لبو مرنا حي توكن جيري افر يا طبن رك عدود مع الوتر بيش كنت توكن جيري امام مالك وحوج على اصوغو انت توكتان وهابيد انت توكتو وحنا اورن جيري رعدها بضن وحكفي عن قراءة القرآن كل بديو لا ديريو جماعة من المالكية كل رعو سيدا دورتي ابن عرب وكمدي هاي بل وحدي يشري وحنو أركابا رقع لها انفرب بضن إدل دل إيسان إلا قف في عنيا رقع مسألة آذ وفافاي إقدير تراوح آذ وقه الله وحاكم ذا سيوطي أخرية كتاب كيسا الحاول الفتو بحث الإربا كجر مسألة أو جمعية جميع ما قيل إيه إنت اللي تكنجري آثارتي وكد ذلك دي بنت كلا نقن إنسانها أيضا بيزي إذن قهرت مسألة كفائدة إيشتا هاسكو أخل دامينا محافظة بدانيو ها إذن إسكان كي ينقص من هي محالة تكنكرا أنت اللي أودالة تكنكرا بقول دل أودان إذنك أفرتن صدن دا أنت تكنكرتا سداسة علماء اسكو راعين خلافنا كما تجرى مثل هذا أيضا وخلافه كما تجرى محافظة بدون بالغ النقاش هيا ده دين كويت من تكتان أما صدح من تكتان وفي عندين وأنتم النبي قلت كان جري لكن ما ذكر هذا هنا بدعة كل عرض ورقم يدفنتين رواه مسلم باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها وحباب يهين العديو فضل قيام ليلة يهبين كقدر كائن إن لا تكاد ليلة القدر إن لا تكاد فضل قيام ليلة القدر هبينك ليلة القدر كا إن صلاة هي خير لقول لما يستوي لقول سوي جيدو فضل قاي ليلة وبيان أرجى لياليها إن لا عدوية هبينها لو لفيلة إن ليلة القدر تاي إن لا عدوية هبينها لو رجب بدنيا آدي آد لو فيلة إن تاي ليلة القدر قال الله تبارك وتعالى إن أنزلناه كتاب القرآن كالنبي الله وحن سودج إني في ليلة القدر هبينك جانقوينت يا قرشينت هبينك شرفت يا قدرك انت بوا لا القدر هنا قضيه يا قدرك بو نقضا وهبينها وحلا جانقوي الهي سنتك وحي دعهيو دون لقرشيو اما هبينك شرفت وي ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر هبينك الهي محينوسي وحينوسي ومن خصائص امه محمد سيد الراجحه لما قول باكجرة
من خصائص أمة محمد مية ليلة القدر كم سوانا لغوري سيد الراجحة وإن هي وحيابها أمة النحل يقولون كتاي فضل إله يقول إنوس يوي أبا القد كيسيبوا الربا شكر كيسيبوا بايا لماذا أمة دور وين قاع عمر دي راية شن بقوله السنة كون سنة يسك قاعد يشري دور بقوله السنة صدح بقول لح بقول أفر بقول أنت أصبح خير وضعها إياه إنه عمر كان وضع ركتين وقابين إياه لباطن صدن كينا وقوب بضن با ها مكو سقاشن قارو محل عمر السي ماذا عنك عن صارينا قولي وروح عليك سقاشن إنسان ولي بقان قارين بابا لقيا با سقاشن إنك تشيري ولي نسقان قارين هذيني شطور بقول وسوكو قدرك قارها هي أما كم بقارها هي نبي الله نوح إمن سروا قوم كو يردعو يردعو قرآن كو يدين شيئا سقال بقول يكون تنصنو بالوقي هزي قانقار كسي كلا قروي وانتو داعيقا هكلي مركا وحاوهي ما دام أمده نقوه الرئي نقع عمر الديرايين وينقع عبادة بطنايين مركا وينقع عمل بطنايين أدر بدن بيه ليان أمده نقوه لها جعلي هوي نبي قذاب بركيس يذاب بركيس إلا يمحوسي هل هبين أوردك مسيديتن يصدح صنو عبادة ليلة القدر خير من ألف شهر كم بلوت وامس السنة ها كم بلوت الله بيوت ونو قيبية بالورد وكوكا واسديتني سطح السنة نمك دور بقول سنة ترسنها يوحن كل سو قاري كرنا أفر رمضان وكو توستا سطح رمضان وكو هقاقتا بات كل سو قاريس ورحمة إلهي سبحانه وتعالى سيوه أين لقى فاديست إن أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر سورة سورة القدر واتغناها آخر يوم وقال تعالى إن أنزلناه قرآن كوحان سودج محلو سودج هبين بركس أساق بركس أول أنت بركة إصدونته إن أنزلناه وحان كتاب كربك سودج نبي محمد في ليلة مباركة هبين بركيسا هبين بركيسا إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين سورة الدخان والقرنيسة إذن إن قرآن بركيسا للدون طيوحا كتوسيسا هبين كونوا هبين بركيسية لية الشرف وي نبي حديث وحال قوري وهذا تحسينيان إنه نبي قول هبين كلية القدر كعه قدر كالذين شيء ودوح إليه وليلة الضيق وهبين كعريريك يزحمد يجامك واسده قول قرآن باجام قروبي ملائك ما ملك استغلوائي هبين كوحا ملك سود دقال قول كأوي مادو ملائك تا اسجام قرينيس تاكم ميلا سارون ملك تاقنين بلوائي ليلة القدر وحيدنا ودادو وليلة ايه الضيق وعريري يدنكو اسكار ورد ايسان لكن ملائك بار قول قرآن تعايله ما هبين كا تعيشه ما موسى يسو قراءة دينا دقيسان يسو خير كنا كسو قيب قل يسو نبي وحول عليه الصلاة والسلام حديث كذي شجع لتحسينه هبين يمانا الملائكة تقول لك كعب بدن تاي متشرو هبين كليات القدر هبين مركل الله وذا شجوي وعن ورث رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لو قربنا حديث صوم الري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرجال من أصحاب النبي رق أصحاب النبي محمد كاميدا أروا وحالة الصي منام وحيكو أركين رقا سحور حافظ كنتان باري هل نين كمهرين جماعة صحابة كمهد أموي أن رجال من أصحاب النبي رقا ماذا أصحاب النبي محمد أرو وحال لطسي ليلة القدر هبين كليلة قدر كالا تصي حلقوا يهي يهبين كو يهي في المنام ريال لطسي في السبع الأواخر تضبط دنبان لطسي هنا يتاي تضبط دنبان إياه لتغير كجرابان الليلي فقال رسول الله رسول كلاي نقول برئيس من نبي قوشك نبي الله صلى الله عليه وسلم حلقا ويا الليلي صحابة ما نبي رياضة وكانت نبي قوشي بك الجواب أرى وحان أركا ونوشي دا رؤياكم ولأنه حادة وحيلين وحاكف عن رؤاكم من الليلة هذا رؤاكم أي أكون أكسن بيده لابد ويجرتا مرقا حيوقو هذا الضد العربية يرتقى أنه دور كتاب الله قبيستان موذن علم كنت أقول لنا هاي علم وابط الإمام شافعي وحيدي لبع علمي لما سوكوبه لبع علمي أحدكم كل مان
أحد مصوكب أحد المسلمين تكمده علم السنة وعلم العربية وحنا محل لقوري أوردن هلنو هيا مهرست أبدا لا يوجد ألا كلا بدنيا ولا كلا قوم بدنيا ولا كلا حفظ بدنيا ولا كلا رواية بدنيا أبو هريرة وصحابه وحفظ بدنا وحنا محل لقوري شو رمي وقبت مايا أولي واللي قد دعيه ولا اللي هورسو كدي من الله ضد في فرح الله صار اللي قد دعيه أبدا علم العربي نواسدا لغة أدو حقوبة تكون أدو سعدي وشاد فصيح ما وإن يرى أدو بربراطيوي ميركا لقا كيني معجم كلا لقا كيني يا شوايت كلا فود الوقلين مركي انت نوقع من اسكده أدو باشا هكو كلا حتقل أرى رؤياكم رؤيا دي نوحان أركا قد تواطأت إنا اسكو راع راع ذي اسكا قدبة تكتاي اسكو وافق ذي في السبع الأواخر المواطأة هي الموافقة التواطؤ والتوافق قد تواطأت إنا اسكو راع راع ذي ما أركو اسكو وافق ذي في السبع الأواخر تضبط ذنب فمن كان متحريها ننكي كد ذالي ليلة القدر متحريها أي مجتيديها فليتحرها كد ذلوها كالراديو ليت القدر كي في السبع الأواخر تضبط الذنب ولذلك حديث علوه كقاتل المسلمون ومعصومون في رؤياهم ورأيهم مسلمين تو هذي شيء كود الرياضان بقول لبا دور بقول ساس رؤيا صرهم بشيء كيس ورؤيا صادقة لماذا نبي عسك هذا سمارك دار حلو وحان أرك الريدي إني أنا أذكر راع ضي تضاد ضم بإني كجر تلية القدر كأنك كد ذالي اللي تقدنا كهاي زاي الكه كرت مركو حالي الأمة معصومة في رؤياها وآرائها اجتهادك لا تجتمع أمتي على ضلاله علوم مش أنت هذي اجتهادان أو مثلا دليل لهين عط لا آيات قرآن ولا حديث ولا إجماعان لهين ويكي اجتهاد هيا ويقرفين هيا ويباريان كتاب كلاه بأنها كم ذا هيا مسكحة يدبعين هيا توجين هيا ويوودين فهم كالدين الميشو أي دافين وهي علوم المسلمين تذكر رعان حقوي وحق ولذلك هو نغضي يجمع عجان نغضي لأن الأمة لا تجمع على ضلالة فالأمة معصومة في رؤياها وآرائها لص سداس وي خصائص نبي عصمتي في فرده اللقلي في مجموع الأمة اللقلي نبي هو معصوم رأيي سيجتهد كذا معصوم بكويه الريادي سبع سو كل جاء لكن أنا ما كان صوت تقنه بين معصومين كنا هاي فساد كي خطأ يضلال هذا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بحوها يجاور أي يعتكف كي اعتكافه المسجد كذا كو اعتكافوها في العشر الأواخر من رمضان طبعاً كالدنبير رمضان ويقول حون أورنجري تحروا كود ذالو كررات شكد دندونا ليلة القدر هبين كي شرفت لها في العشر الأواخر طبعاً كالدنبير من رمضان رمضان كالترسل متفق عليه وعنها هو يدن وحالق وش رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا كود ذالو مكرر هذه ليلة القدر في الوتر ترس كرر هذه تحروا ليلة القدر في الوتر أو الوتر من العشر الأواخر ترد إصدار دبنك كسيج عفوا ومن العشر الأواخر طبنك دم كتر سن في رمضان من رمضان رمضان كم إذا روى البخاري تمر خلاف بدم بكيال طبنك ترد إصدار حديث في رمضان وحيت صهيا ليلة القدر وإنا يجشوت ترد إصدار ومرك لقتر يو حق باللوجة لباتني كوغا لباتني صدح لباتني شن لباتني تطبو لباتني السقال شن تهبين إن لغفشو لغم ملايستو بيت المامين أحاديث فربضا أحاديث إذا سوغانو فربضا وحيت المانتي إن لغفشو ترضى ربنكا لبي اللباتنكا أفر اللباتنكا لحي اللباتنكا سيدي اللباتنكا صدنكا ومحاجر الليل حق الضنب هذه اللي قصوا تريو تروين كاردبان كا كيسي بين نقونية صدنك كو بين نقون مكالغا في ريبشة حقا لو تريو صدنك قصوا بلو كو آت
مرنا سنة الله سعدا ها مرة ولا قرية نقرية ماذا فانتي مركي إنه كوب كسب باللون والله باتن سوق قاعد نو استا أصعتو دمات كات كصعتو ترى ده طبعا كا كسيا وحي نقر هذا أنت إيدي شيء كوي الله باتن إلى سقالي الله باتن بيش هدي ديب ديب الله تريه طبعا كدمر عينه تشونه ويترك بحر نقرية صدنك لباتن يسديتة لباتن يلحلة لباتن يأفرتة لباتن يلبضة وركا ورقين ما مغشين عندها كالقادة ماذا بتروي عدي لبضا ما تصيص حديث فربضا ما تصيص في ثانية تبقى في ثالثة تبقى في خامسة تبقى في سابعة تبقى في تاسعة تبقى حديث أبي هريرة أبي سعيد أبي موسى الأشعري ابن عمر أنس أحاديث بطوسيس بها قبل أدعو الله لقد يدرس كتاب كيسا سنن كأخرية ابن الوز ابن نصر المروزين قيام ليلك وكذا الله ومسألة برنان كتال علوم أنا قصة الصحابية تابعين بله أبو بكر نفع بن حارث باكم بذا وأسوق وحب في رسنجر إذا يتقى ليتقى مك طبعا كتب بلق جاره وحكم في رسنجر لواطني الله بذا لواطني أفرته هبنا أصوب مرقبا نيسن تري لباتني اللحدة لباتني سديد ده إيوه يا صدنك إذا كنا حاطقنا في بعدين لا صعدة مرق معنا هو معي سامحوك ودافن طبعا كمان ملقا نفتك كجو سامحوك ودافن طبعا كمان نفت وطبعا هبيني بشو عضي طمنتنا عضي طمنتنا وبلا وبسقال هبي ayunku dhaafin adilla isla eg oo isku awoodo oo isku yaa ku timid marka ku dadaala waxba yoon dhaafin wutirki baa la isku hayaa ma xaq aan laga tirin he mise xaq aan laga soo tirin aad faanteen maraba marka 10 ka bari iyo sakafa kan wali waxa arkaysa 22 ka masaalka joogo ila la imaamku ugu tirka ka baxo aan dhaqaaqayn لواتين لواتين ما بتشوفه بقى حشو تكن واسين سعداء ماذا بكره هاي استا ورتبان كابري وحوي يمكن دافن طبعا إيوه كيسي لأنه طبعا كيسي حكين كترينا نبي كم مرة كك كتري معقول حديث مكيني كرتان لي كك كتري أي شجع حاجة كبر الله ما هيسا حاجة كسر بالله ولا ما هيسا ولبا أحاديث حاجة كسر بالله ورنا يسا كوع عظم عن هذا صحابة أنا يدي وحلقة صوب بلا بدم ماتك أبو بكر كم يدي هاي هول سهلا ما عمركم أركون من كوي لا تنك دحفر دي وحوي أركي جماعة بقينا هين إلى وطني صدح دحفر دي مسألة ده ومن الفوائد كبرى روجا مسألة سكو هيوي رأي عن هوري تقنين بلو بدن ياي لكن ومسألة عروس صحابي السلف بقى يكوت تجين أحاديث بدن يكوت تمت مركب من جبجب وحوي ربنا يكسي من نبا هسيرينينا طبعا قدم رمضان إن شاء الله تعالى وعنا عائشة رضي الله وحالة قورية قال إن يتري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحوى إذا دخل العشر الأواخر طبعا قدم بهضوء قالوا من رمضان أحيى الليلة رمضان كم إذا هبين كنوا لنجري أحيى الليل هبين كنوا لنجري بالعبادة وفرسه وقت عبادة لقلي ووقت النار وقت كان عبادة لقينا ووقت دنتي أميد أه ولذلك وذا ده إنه هو رماشة دان تضل لقطمه ما كي قبله يقولش بردود ما كدر إيران وياسيم يجرين قرآن بيكو أخري يجرين مش معوار كان ما اللي قد دم بابور دمتي فرد فرد في عم بيهاي فق في عم بالله صعب لكن انت قرآن هيا أنا مر خرب انت يبرو قاطع ما يكلف يشيا وذا ده المطوح باسي كأه إنه وحبا قبان كريم باكا دارعس إسكا واتدو دانتدين عاودا عاقو إسكا بردية وردي وسوسكا مكا كا دريران بو ميش قرآن لدو بيستاقا هي وقرآن كي يبور كنتاز راعي سمور كروب ما تحير ست فوضي ذن يويشن كبري أدير بطوطة واتقا نميدو البقيس انتا كل فت قيبا كا عايدين ترو حيني عدابا تري لكن بطن قوت تسكت شوغان بهدو ياسيم تري أحيى الليل هبين كن نبي كن نولين شري وأيقظ أهله وأهل كيسنا يرهر كنا واتوسين شري وجد وأنا دلالي شري النبي ضبط وسكمري شري وحب الله مهر شري دلالوي وشد المئزرة قنت كنا وردو قسن شري قنت كن نايل اسك قرد يعني ما هو أنك يا هلو ذا كفقان ياو وشد المئزرة معناها سلوب بدن ياي
ولا وحيدا وشد المزر وكناية عن الاجتهاد كنت لوقسن ترى أما اسكو أتكين ترى اسكو نيرين ترى يمرضوا لا من ترى يعني وحالقة وضع ما كان هوش ودي أرجروبيس هذا هو ما كان تنا قشو نميز كذوبنا ولا عيدنا ده معوسة قبتنا كر تدو قط صن قط جزات سودي أرجروبي لكن معنا اللوب بدأ يحاول يضمر كأيو كديران ترى يا ولهاس وجد هوران هو فسريس وجد وانا دارج صوبنه وشد المئزرة هو سكنت جي معوستنا وارد وقسن جرامه وارد وشن جري كناية هوانكم قال ماذا يرين جري وي متفق عليه إذن سيدا النبي يري جري يلا هدي أسوى الله دافي وح والبا ودم بي الله دافي ولا كرامي ولا شرفي أنت آدم الله شرفه أيها هذا وكاد ذا البدنية متفق عليه وعنها قال هو يدم وحي جري كان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يجتهد كيد ذلك في رمضان بشر رمضان قديه هذا عباده الحكود ذلك جري ما لا يجتهد في غيره إن أسند ذلك جري رمضان وحن كآي بلها أن رمضان كآي سون سون أد ذلك بو بشر رمضان أد ذلك جري وفي العشر الأواخر ويجتهد في العشر الأواخر طبعا كالدمار وحسيد ذلك جري ومن من رمضان كمذا ما لا يجتهد في غير لباطنك كلو حسن دلالي لباطنك ورين رمضان دلالو سن بحنين أيو طبانك الدنبير رمضان نبقو بحن تريو هاد بهاد كعي طبانك الدنبير كما إنو كنا فبحو شن بريو كميدا إنو كنا فبح جرية طبانك ما إما يلا صار طبانك رمضان هذا وتركم كفير زطو شن أوي أما حقا ورقا سوتري أما حقا كوا شن شن أوي صدنك لباطني سديد لباطني اللحدة لباطني أفرت لباطني اللبو حق صوت تريس حق هذا كود أنا واشن كله لواتني كول لواتني سدح لواتني إيشن لواتني تدبل لواتني يو سقال واشن إيشن بروح له يوم كنا عارفين سيد مسكي مزوم حطا وسع تابع لما توصل بعد عوري وعمق عارفين بالله وحق هذا أفكار ليش كنا أفكار ليش ساس ساس مركز شن تعبري حكوا يلي ميزه سكودر طبعا كبا رواه مسلم وعنها هو يدي وحلق ورش قال إني قلت يا رسول الله رسولك إله يو وحنقول نبي محمد رسولك الله وأن رأيت بليغ ور إن علمت هدان عقاده أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها وسؤال هذا قيام الله نبي الله هدي إلهي أقول بيغو أنقرته عاو إني ليلة قدرتها محن كنت عايشتها سؤال في عوي إن علمت هدان عقاده أي ليلة هبينك أي ليلة القدر تهي ما أقول فيها هبينك أي ليلة قدرتها هدان عقاده إلهي أقول بيغو محان كنت عايزتهم ده النبي الله قال النبي وحوله قولي وحاطي هذا كنت عايزتها اللهم إنك عفو الله نافذ بضانته ما نافه أسترع يبه هذا تحب العفو عفس كات عش هاي يروح إلا عفيه فاعف عني الله يعف إلى أسماء الله وحكم ذا إلى عفوته أسترت ذنوبته أضمها أتكقريس ذنوبته أضم كلامك وعفني وحول بورت ولا قرية دمك استوى ولا قرية أبو قرية ملبو يا الله عفس مرك إلهي كعفنا يوم ملائكة والله قرنا يا علماء يدي دبي كقرة ملائكة أقريت دبي مش هو كقرية هاي أظن وضرك إذا إله دكتور حساب طوح كويديو الله أنا وأتشي ذا أنا وضرك لكن ملائكتي الأكتور كعبة بلايد وراقي وحق قرن ما بأركها يا والله عند صابها عم ما عند الله كل دعي قال وحيد المي والله ترتره يا أبا يمحو الله ما يشاء والله ترتره يا قال وحيد المي ملائكة ويأركي النواد أركي لكن إن لقوا إذا يلقوا عن باريا لقى عفنية روح تعيش يا خالد والبو وكاقلو وحوكو لنا قن ماي المي رضا شو أذكر كل نساء ضحينا وأذ قسلي وأذ يقسلي وأذ بأردي هراتبك وبوسي داي ما شاء الله لو بتاد قولي زدت بتصير دي وحنا ربنا بدور تابا إنا تاي هو لو باية مركا وحنا وحول له أركين ولو أسطورة هيا لك ودم بيجوا والله أركها هيا لما نطير هيا لما أنا ملاقيته ما أرك وايس وده داير المهم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني كنت عيسو اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني يا الله هولها هولها سكتشوتي انتاس بايدن كفلان هذا سيدن كفلين نبي وكما تجين واحد قدر دار إنسان حساب تذكر بجين إنسان هدان
هذا انت اذا كنت في الليل النبي وكبتك استدراك على الرسول جوجيه يا الله يا كريم وحديثكم ما اصحين الدعاء على الرعيسان اسكا الى لي رواه الترمذي ترمذي حديثه وقال حديث حسن صحيح والله سبحانه وتعالى اعلم.